يعني الحمد لله ذي خلق البريات الباسط الأرض ذي رفع السماوات شق تجاني ثم الصلاة على الحادي وتابئه والأنبياء وعلى كل الوصيلات شق تجاني إن الكرامات مع نيل المرامات في ورد شيخ بلا سك وريبات شق تجاني فوز لآخذه حقا ومسكنه يوم القيامة من أعلى المحلات شق تجاني فاق الولاية أقطابا وغيرهم شيخي أبو الفيد مفتاح الولايات شق تجاني آباه رب الورى ما لم ينل أحد من الأكابير لا ماد ولا عات شق تجاني وورده مدحر قلب المحب له فأدنا رب من أحل المحبات شق تجاني وورد شيخي أتى فوزا لآخذه فأدنا رب من أحلى المفازات شق تجاني منور مكرم من كان وارده فأدنا رب من أحلى الكرامات شق تجاني فوز مبين وإكرام ومعرفة فازوا بها فلهم أعلى المقامات شق تجاني تمحى وتؤفى ذنوب زلة لهم فآتنا ربنا أفوى المزلات شق تجاني له المقامات عند الله لم يرها أحد سوى المصطفى خير البريات شق تجاني لو أن رب الورى سر الطريق أرى لسابقوا أخذه سبق النجيبات.